والحلقة تقريبا اليوم كلها خصصناها للسوبر الإسباني في السعودية اللي اختتم قبل شوي بتتويج ريال مدريد. رح نشوف هالمرة آراء الشارع الرياضي والزملاء الإعلاميين حول البطولة مع حسين الطائي من دبي وشبكة مراسلين في السعودية. حصل بيها اثنين يلا صف صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا درسوا لي العين صفا ونبيها اثنين يلا صف صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا درسوا لي العين ابي اسمع صوت الطبل أول شيء مبروك لنا جميع النجاح هذه التظاهرة. أعتقد من المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا كان تنظيم رائع، كان حضور جميل، مباراة أتلتيكو مدريد بكل تأكيد ومع يعني برشلونة كانت رائعة جدا بكل المقاييس، وكأنك تشاهد برشلونة يلعب في الكامب نو. شفنا تظاهرة غير عادية وجمهور غير عادي، شيء مو غريب يعني، لأن الأخوان في المملكة العربية السعودية لما كانوا يعملون النهائي عملوا بلندن ودول أوروبا. اليوم تبادل خبرات بوجود فرق كبيرة عالمية مثل مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، فلنسيا، أعتقد هذا أيضا تبادل خبرات. كل شيء جميل هنا، دائما أتواجد هكذا بطولات رائعة، فرق كبيرة وأسماء عالمية، نحن محظوظون بذلك. كونك تجمع أعرق الأندية الأسبانية وأكبر أربع أندية إسبانية في إسبانيا، فهذا معناته أنك ألفت أنظار أكثر من 46 مليون نسمة إلى المملكة العربية السعودية. إنه اختبار جيد للمملكة ودليل على قدراتها التنظيمية لاستضافة الفعاليات الدولية وجلب فرق عالمية للعب في السعودية، وبهذا نساعد الصاعد على التعامل معهم بنجاح. يا غزل ولعتني من يوم شفته وشافني شاكني كرياضي سعودي افتخر اني انا اشوف اليوم النهائي الاسباني، وبالنسبه لريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي مدريدي يعتبر، وان دائما وابدا يعني نشاهدها في بعض الفترات عن طريق التلفاز، لكن اليوم اشوفها عن طريق الحدث في بلدي، والجماهير السعوديه تشاهد هذه المباراه. فهذه طبعا يشكر عليها الهيئه العامه للرياضه على ما تقوم فيه من فعاليات. ما قدمته المملكه في هذا السوبر شيء جميل، شيء يفخر به كل رياضي سعودي وكل مواطن. كانت عندنا أربع فرق من أربع فرق الكبيرة على مستوى العالم. النظرة نحو المملكة العربية السعودية كبلد حضاري، أولاً الزيارات اللي تمت خلال هذه الفترة من الفيفا رياضيا ومن الويفا رياضيا ومن جميع قطاعات الاتحادات الرياضية التي زارت هذه المنشأة وحضرت المباريات، إلى جانب أيضا التوجه الاقتصادي اللي قامت عليه هذه البطولة. الآن أصبحنا كرياضيين طموحنا عالي جدا لاستضافة كأس العالم للمنتخبات أو كأس العالم للأندية، والحمد لله رب العالمين المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة حدث عالمي. حقيقة هذا عمل كبير ومشرف تستضيف المملكة العربية السعودية، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 في برنامج تحسين جودة الحياة. واليوم بنشوف ما شاء الله تبارك الله السوبر الإسباني، أحد أهم الكلاسيكيات العالمية، موجود عندنا في 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 جدة، استضافة مميزة في منشأة رياضية عالمية مميزة. هزوا الخصر خلونا نسهر ونغني للفجر. الله الله.